شخص سافر أيام الحج من الرياض إلى المدينة المنورة وليس هو محرم، ثم سافر من المدينة إلى جدة ومكث فيها 15 يوما وهو مسافر بالطائرة من مكان سكنه في الرياض، ولم يكن قصده الحج ولكن الزيارة، ولما حضرت أيام الحج أراد أن يحج وحج وكمل حجه، هل يلزمه الهدي لأنه من سكان الرياض وأحرم من ميقات الجدة؟ وهل جدة من المواقيت؟ لا، ما يلزمه الشيء ما دام جاء إلى جدة، ما قصد حج ولا عمره، جاء للزيارة ثم صادف الحج وأحرم من جدة بالحج فقط بدون عمره، ما عليه الفدية. أما إذا أحرم بالعمرة من جدة وتمم العمرة ثم أحرم بالحج أو أحرم بهما جميعا من جدة فعليه الهدي لأنه متمتع. أما إذا أحرم بالحج مفردا من جدة صادف الحج فيها وأحرم منها فلا بأس عليه، يكون مفردا يكفي. وفق الله.